الموضوع جه معايا من يوم وفاة والدي. أول ما توفى الله يرحمه أنا ابتديت أحس أنه خلاص بقى أنا ما عنديش حاجة، وكنت داخل على اكتئاب، فحاولت أدور على أي حاجة أشغل بيها وقتي. دورت، صحابي قالوا لي على حاجة اسمها مبادرة الست المصرية، ابتديت أدور عليها على الفيسبوك، لقيتها، عملت فيها اشتراك، أخدت كورس، وبعدين تفوقت في الكورس، وصلت لأن أنا طلعت وحش الدفعة في الوقت ده. كنت بشغل وقتي لأنه ما كانش عندي حاجة أعملها وهو خد كل وقتي، فحاولت على قد ما أقدر أني أطلع الضغط اللي أنا كنت فيه في الشغل اللي أنا بعمله، شغل الجلود. هو شغل حلو جدا، ممتع، بيطلع الطاقة السلبية اللي عندك كلها يحولها لطاقة إيجابية، بيخليك تكتشف حاجات في نفسك أنت ما كنتش تعرفها. يعني أنا ما كنتش أعرف أن أنا ممكن أمسك حتة جلد أقطعها وأطلع منها شنطة أو أطلع منها محفظة. حتى ولادي كانوا في الأول يقولوا لي مامي هو أنت هتعرفي تعملي الحاجات دي؟ أقول لهم إن شاء الله هعرف. توفق بين البيت وبين الشغل لأنه أول بداياتي عملت ورشة في الدور الأرضي، يعني أنا ساكنة في التاني، الدور الأرضي عندي كان فاضي، أخدته وعملت ورشة أنا واتنين ستات من صحابي. ابتدينا مع بعض، واحدة جابت الخامات، واحدة جابت الأدوات، واحدة جابت الجلود، وعملنا ورشة متكاملة من لا شيء. ابتدينا برأس مال 2000 جنيه. 2000 جنيه ده من 6 سنين مثلا كانوا يعني معقولين يعملوا حاجة. جبنا شوية جلود معقولين، وجبنا شوية أدوات، كل واحدة أوريدي كان معاها الأدوات بتاعت الكورس بتاعتها، وابتدينا نشتغل. نزلنا أول معرض مع بعض، الحمد لله ربنا وفقنا. تاني معرض ابتدينا حتة إنه لأ دي بتاعتي، لأ دي أنا اللي عاملاها، فابتدينا كل واحدة تاخد كارير بتاعها. فضلنا أنا وصديقتي لحد دلوقتي إحنا موجودين مع بعض، بنشتغل الشغل كله مع بعض، محدش فينا بيقول ده بتاع مين ولا ده شغل مين، هو في الآخر شغل ورشتنا. أنا أولاً عندي مبدأ حلو قوي، أنا لازم أنا أول حد يشيل الشنطة بتاعته. يعني أنا مثلاً عاملة شنطة لسي منى طالبة مني أوردر، أنا لازم أشيله الأول، يعني لازم أشوف العيوب اللي في شنطتي الأول، الجيب واسع، الجيب صغير، الشنطة شايلة، لا مش شايلة، لازم أنا أشوف عيوب القطعة اللي معايا الأول. الطموح، أدور على الطموح فين؟ أدور عليه جواي. كل حد فينا عنده حتة جواه هو مش عارفها. انا واحده من الناس ما كنتش بعمل اي حاجه في حياتي، لما كنت بتضايق كنت بنزل اعمل شوبينج زي كل الستات اللي موجودين. لا، دوري على حاجه مهمه جواكي، دوري على شغفك فين، اشتغلي عليه، هتعملي حاجه مهمه قوي قوي قوي، وهتلاقي نفسك بقيتي بينك وبين نفسك، حتى مش لازم بتشتغلي ومش لازم بتعملي دخل، انت جواكي حاجه حلوه، انا حلوه بعمل حاجة، أنا مهمة، مش بس بقوم من النوم وانام وأدخل المطبخ. اعملي كل ده، اعملي كل اللي وراكي، وبرضو دوري على الحتة بتاعتك اللي تثبتي فيها ذاتك. حابة الناس لما تدخل أي موضوع في الدنيا تحبه. دخلتي تشتغلي جلد طبيعي حبي، دخلتي تشتغلي ريزن حبي، دخلتي تشتغلي ديكوباج، دخلتي ترسمي، دخلتي تعملي كروشيه، حتى دخلتي تعملي اي حاجه، حبي الحاجه اللي انت داخله تعمليها، ربنا هيكرمك ويوفقك وتعملي فيها حاجه.